عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب دايما. المقدمه المعتاده. جايين النهارده تحدي جامد بالنسبه لي، تحدي جامد جدا، لان انا من عشاق الايس كريم وانت بس مش كتير يعني السكريات عامه، فان شاء الله انا اللي هكسبه لان انا بحب الايس كريم. طبعا زي ما طلبتوا مننا عايزين تحدي الكيمو كونو والميجا، جمعنا لكم الاثنين مع بعض، مفيش احسن من كده. وده خلوك طبعا معنا اثنين من الكيمو كونو، واحده فانيليا وشوكولاته وواحده شوكولاته، واثنين من الميجا. طبعا تحدي وجع سنين، يعني ان شاء الله يعدي على خير، بس ان شاء الله هيبقى تحدي حلو. انا متفائله وحاسه ان انا هكسب ومجهزه له عقوبه. انا قلقان على فكره، انا قلقان والله قبل ما ابدا الفيديو ده. انا عارفه، لان انت عارفه انا باكل منه قد ايه. هي بتجيبه اصلا بطبيعتها بتجيبه كتير، يعني باكل منه كتير قوي، تستاهل كله كتير. ما تنسوناش بقى في اللايك على السرعه. على السرعه طبعا، انا اللي هخلص اللعبه. انزل اكتب وفاء وكسبت. كسبت انت المحظوظه. ايه ده؟ وانا كمان وفاء كسبت على فكره. يعني هناخد واحد ببلاش؟ لا تقريبا بتدفع حاجه. ما علينا، يلا نبدا. جاهز؟ معزوزين ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، عشان في مفاجأة الأسبوع الجاي هتعجبكم. مش هحرقها. يلا بسم الله. بسم الله. الجزء اللي على الوش ده طعم حلو قوي. هي كلها على بعضها. يوجع السنين. بس تقدم الكريزة بقى شوية مش ناقصة في نفسها. بس جنبها تقدم مكسرة ولا؟ رمزه نضيفة عشان كده اللي بيقع بقى. بديت ممكن تكسبيني في الساحة. انا داخل التحدي ده واثقة من نفسي جدا. يعني في الطبيعي باكل منه كتير اصلا. انا مش كافي اسناني، المشكلة في اسناني مش في طعمه. ما تكفنيش واحدة منه أبدا. شوف قطعة كده مكسرة جوه. حليمة
بقتش سليمه. وده ما بيكسبش؟ في مين اللي بيكسب؟ بس في مكونه بيكسب بس تاني معزوز. احب التحديات دي قوي، مبقاش تعبانه مش بالأربعة مسكرين جدا. هما اتنين مسكروا الدنيا. مش باين عليك ما بتعبش من حاجات ولا الحلويات ولا الايس كريم ولا حاجات من التلاتة، وكل من مستمتع بيه. نعم شكرا. طبعا انت عرفت مين اللي هيكسب؟ ما كسبتش، محظوظة عني. هتسيب لي طبعا بتوعك اللي كسب انا كله. السكر صعب جدا، سكر مع سقة. سليمة برضو سليمة. طعمه جميل جدا. اي حاجه فيها شوكولاته لازم تبقى حلوه. انت ايش ما بتسرع؟ انت خدعتني. خدعتك في ايه؟ اكلتها. انتصرت في اصعب تحدي. اصعب تحدي ليه؟ سناني. انا اتغريت في نفسي. مليت ان انا سبقت، كنت براحتي الطريق الاخير دي كانت براحتي. وين رحت من دي كلها بقى؟ انا والله غضبت بيا. في الزعل. لا حق.
هتتعاقبي تاني. لا وفي ايه حلويات حاجات مسكره وايس كريم ولعبه. اول مره تعملها تتحسب لك. اه ما انا جوايا اراده قوه روحيه ما اعرفش ازاي يكسبني الحاجات اللي بحبها بالظبط. سرعه بقى في العقاب. فكر بقى في عقاب بقى ايه. طب انت ممكن تسامحني على فكره بقى كتير ما سامحتنيش. مين؟ انت مين؟ سامحت؟ لما تكون عامل اكله جامده المره الجايه هسامحك. والله؟ اه والله الاكله الجامده اللي جايه ليكي اوعدك ان اكسب ماشي وسامحك. ليه على طول حاسس في دماغك ان انت هتكسب؟ مسيطر يا بنت في التحديات. اذا ما كانش بتسجل. لا ما تهزرش. انا اخدت السكه الزياده عن اللزوم في نفسي وده اللي خسرني. لان انا شايفه نفسي سابقه فكلت براحتي في الاخيره دي. وانا تكتكت وانت شكلك كنت قاصد وخططت ودبرت وانتصرت. جمهوري الحبيب حبايب قلبي حبايب قلبي الفلزي بتاعي خاص بحمدي يعني بحييكم طبعا على ان انتم بتشجعوني كاتبين اسمي في الكومنتات تحت متشكر وانتم طبعا سبب في فوزي النهارده. وتحب تقولي ايه لجمهورك بما انك مهزومه؟ دي اخر مره هتهزم فيها. والنبي كاتبين اسمك بس للاسف للاسف ما قدروش ينفعوكي بحاجه ولا حد يقدر ينفعك دلوقتي وانت تتعاقبي. العقاب بقى المبتكر هي المره اللي فاتت قالت ان هي هتعاقبني في اوضه تنفيذ الاحكام. ده كان كلام. انا هحاكمك النهارده في غرفه الاكل وفي غرفه التحديات بتاعتنا بس بطريقه تنفيذ الاحكام. لا عشان مكسل اقوم. ماشي دي ازازه ميه مشبره ساقعه من الفريزر انا كنت حاططها من الاول هي يعني كانت ساقعه بس انا حاططها في الفريزر عشان تبقى ساقعه عشان تفتري. ماشي ومعانا بقى ايه حاجات كده ايه يعني نبقى بعدين خلينا بس في المرحله دي طبعا ايه مصدق ان انا اعتقد اه ما اصل انا ببقى عارف ان انت يوم لما انت هتكسبي هتنتقمي فانا ببقى عامل رصيد. اه فنبتدي اول حاجه كده ان احنا كده ساعة صح؟ ساعة معلش اصل انت يوم ما هتكسبي انا عارف ان انت هتبهدلي. مش هنحمل كنت تعرف ان احنا عليه دي بودره دي نوع حلو صح؟ آه ميك اب ارتست منين الساعه صح؟ ساعه انا يا عيني ما انت كنت بتاكل ايس كريم. لا بس جسمي كده. طب اشغل لك على السخن؟ لا خلاص على السخن ربنا يرحمك المره الجايه. بحييكم طبعا ان انتوا شجعتوني وشكرا ان انتوا ضغطتوا لايك للفيديو ده ودوستوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان تشوفونا كل فيديو. عايزه تحت كده في الكومنتات كام عقاب كده من دماغكم الحلوه بيعجبني تفكيركم. آه عشان هنفذه في المره الجايه. والله هاخد منهم برضو عقابات. انت حره بقى. بيألفوا عقابات مؤلمين. طب اللي بيحب حمدي يكتب عقابات تتنفس فيها واللي بيحب وفاء يكتب عقابات تتنفس في حمدي. ماشي شوفونا ان شاء الله في الحلقات الجايه. اتفرجوا على الحلقات اللي فاتت. شكرا لك. انا اتبهدلت ومش هسيبك. مع السلامه. ولا بهدلت انا كمان.